الصفقات. انا نقول لك هذا الدواء فيه بزاف، ما نقول بكل صراحه دوما فيه مشاكل بزاف سياسيه. ما انا غير عفيتكم قبيله فين وصل هذا الشيء، ما مش نقول لكم شكون جا عندي وهذا، ما انا عفيكم من هذا الشيء. ولذا احنا ما خصناش نطيحوا في لو بياج. احنا انا وزاره الصحه ديال المغاربه، احنا نهار صنعنا هذا الدواء ما صنعناش بكل صراحه ماشي بهاجس مالي انا نديرو باش نربح، لان غادي تجبد لينا غير الصداع. انا ندوي معك بكل صراحه، لان خصك تعرف شنو هو ميديكامون بروتيجي. اسمح لي مره ارى دوله تتمشي هذاك اللابوراتوار اللي صنعو تمشي لدوله وي لو بروتيج، هذه ليغور اللي داروا لون با بروتيجي شينو. بقينا حنا هاد لا فوا الحمد لله وصنعنا، لان علاش ملي دويت انا معهم هما ما كانش في بالهم كاع، ما كانوش تيتصوروا ولو لحظه انه الدواء من هذا الشيء اللي تيدير مليون درهم يتصنع في المغرب. تيقولوا هذا ما يمكنش يصنع، دونك بلا ما نمشيو عندهم. ولهذا هما راه تيديروا شغلهم، راه حنا ما يمكنش عاوتاني دوله راه ماشي غير يجيو تصنع، ماشي دير معها صفقات، راه كاين قانون دولي، كاين قانون الاو ام سي، كاين قوانين الى اخره. فحنايا الى حدود الساعه الله يرضي عليكم، انا وزير الصحه في حكومه ديال صاحب الجلال ديال المغرب، حنايا بغينا جميع الاجراءات والتدابير اللي تناخذوها نركزوها على المشاكل اللي تعيشها المريض والمواطن المغربي. من بعد اون فيغا توتي بوسيبل. غير دابا في هذا الوقت ماشي حنايا اللي خرجنا دابزنا وصلنا ل... انا قلت لك لو كان عرفتوا شكون جا وفين وصل وتسخسيخات، ماشي تسخسيخات، تسخسيخات بالجمع. وهذا دونك نكرموا شويه مع التسخسيخات اللي عندي هنا. بركه